بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة والطالبات من الصف الثالث الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي على قناة مستر عزت لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية كمان حل التدريبات على مناهجك المختلفة. أما بالنسبة لطلبة الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي فمرحبا بكم على قناتنا الثانية قناة إنجليزي ابتدائي عند إعدادي مع مس هناء السمان. ان شاء الله النهارده شباب لقانا مع طلبه وطالبات الصف الثالث الثانوي كتاب جمله عام 2023 مستمرين مع الوحده الثالثه الدرس الاول والثاني. النهارده ان شاء الله هنشتغل على اللانجوج بتاعتها او الجرامر، وتحديدا في الجزء ده من القاعده شباب بيركز على العبارات او الكلمات اللي هي تيل وانتيل وبيفور وباي ذا تايم واز سون از وانس. هذه الكلمات او ظروف الزمان دي شباب او اللي انت تقول عليها كونجنكشنز روابط، مفيش مشكله معايا في الحته دي، جملتها هتكون مضارع بسيط او مضارع تام، طرف الجمله الثانيه هيكون في شكل من اشكال المستقبل. يعني مثلا ادي كلمه افطر اهي قدامك، تمام كده؟ جمله افطر دي هي لفعل اختيار، انا كده عايز اجيب لافطر ايه بناء على الكلام اللي في الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه موجود فيها شكل من اشكال المستقبل، تحديدا اجيب لك مستقبل بسيط. جايب لك قوله المصدر اهي، تمام كده؟ جميل. يبقى جمله افطر دي لازم يكون زمنها يا اما مضارع بسيط يا اما مضارع تام. وعلى بركه الله عبد الرحيم ناكد على المنبر التذكر understanding الفهم applying التطبيق analyzing التحليل evaluating التقييم وcreating الابداع، ونرجع بقى ان شاء الله نسترسل في تعاملنا مع المفردات. بدايتنا صح 125 بس على بركه الله اول جمله بيقول لك فيها I'll help you with your homework after I فرغ the dishes. طيب انا هساعدك في الواجب بتاعك بعد كذا ايه الاطباق. جميل جدا. احنا لسه كنا بنقول ان الكونجنكشنز بتاعتنا او الروابط بتاعتنا الكلمات اللي هو جايبها كلمات دليل على القاعده بتاعتنا هي افتر وتيل وانتل وبيفور وباي ذا تايم واتس، وقلنا ان جملتها هي هتكون مضارع بسيط او مضارع تام والناحيه الثانيه فيها مستقبل، تحديدا هنا جايب لك المستقبل البسيط. طيب خلاص دور يلا. ها ويل ووش ده كده مستقبل، بيقول لا مش عايز ده، ووش ده ماضي بسيط، هات ووش ده ماضي تام، انا هاخد ووش اللي واخده شكل المصدر معايا عشان اي بيجي معاها الفعل في المصدر عشان يعبر عن المضارع البسيط. طيب الجمله الثانيه اي جايب لي فراغ، ها this report before I go home. طب خلاص before جاية جملتها مضارع بسيط، يبقى انت عايز هنا هو عايز مستقبل، دور عليه بقى. finish لا ده مصدر، هات finish ده ماضي تام، will والمصدر اهي will finish مستقبل هناخدها، و finish ده ماضي بسيط بعيد عننا خالص. يلا اللي بعدها ثلاث he won't go home until، ادي until اللي موجوده اهي. طيب والناحيه الثانيه تحقق المستقبل، الجمله تقتضي النفي عشان until، يبقى انت كده عايز ايه هنا هو، دور لي على المضارع البسيط او مضارع التام. كمل يا سيدي وشوف اجاباتك. هاد ريتن ده ماضي تام، هاز ريتن ده مضارع تام، رايت ده مصدر، وعندي رود ده ماضي بسيط. هي ينفع معاها، ينفع معاها رايت خلاص الماضي التام والماضي البسيط ده اعلانين، احنا قلنا عايزين ايه؟ عايزين مضارع بسيط او مضارع تام. طيب ينفع مع هي رايت؟ لا ما ينفعش، لكن ينفع اقول هاز ريتن. خلاص كده يبقى ايه الحكايه؟ حاجه بسيطه جدا، طرف موجود في اليمين وطرف موجود في اليسار، دور عليه ويحققه هتبقى الاجابه بتاعتك مكتمله ان شاء الله. قلنا عينك على الرابط الزمني اللي هو زي كده زي بيفور مثلا. طب ادي بيفور موجوده، الجمله في الطرف الاخر متحقق فيها المستقبل، بيقول يبقى انت هنا عايز ايه؟ هنا عايز مضارع بسيط او مضارع تام. ايه اللي موجود في الاختيارات؟ موجود جوز مضارع بسيط، موجود وينت ماضي بسيط، موجود هاف جون مضارع تام، موجود هاد جون ماضي تام. وينت وهاد جون بعيد عن الفكره اساسا لان واحده ماضي واحده ماضي تام. معاك مين كده؟ معاك جوز ومعاك هاف جون. طب هي ينفع معاها مين؟ هي ينفع معاها جوز اللي هي المضارع البسيط، الفعل واخد اس عشان هي، طب ليه ما خدناش هاف جون؟ ينفع اجيب مع هي هاف بس، بس ادي الحكايه والله العظيم الحسبه. طب اللي بعديها وانس كانه بيقول لك ايه؟ as soon as، كانه بيقول لك بمجرد ان. ها طب ايه جملتها هي اللي فيها الاختيار؟ كول ايل لايت، يهمني دي انا، ادي بقول المصدر متحقق في الطرف الثاني، يبقى هات لي هنا مضارع بسيط او مضارع تام. ويل والمصدر لا ده مستقبل، جيتس ده مضارع بسيط بس اصبر شويه، هاد جوت ده ماضي تام، وواز جيتنج ماضي مستمر، الماضي التام والماضي المستمر بعد الاختيارات. طيب الويل ما تنفعش ليه؟ لان ما بقاش عندي اتنين ويل في جمله واحده. طيب فاضل ايه؟ فاضل جيتس مضارع بسيط بس، بس اللي بعدها اي ويل باي يو، ها هدفع لك، هكمل وين؟ ادي وين هي موجوده. طيب ماشي، الناحيه الثانيه متحقق المستقبل في ويل، يبقى انت عايز ايه هنا؟ عايز مضارع بسيط او مضارع تام. ام جيتنج ده مضارع مستمر، لا مش هينفع معاه. ويل والمصدر لا ده مستقبلين ما ينفعوش في جمله واحده. هاف جوت ده المضارع التام اهو، وهاف جوت ده ماضي تام، انا هاخد المضارع التام هاف جوت. الترجمه يا مستر، الله احنا يا راجل دي جمل تحتاج ترجمه يا راجل، حرام عليك. قول له انا هدفع لك لما اصرف الشيك، لما احصل على الشيك، محتاجه ترجمه دي. اللي بعديها شي ويل ستي، ادي ويل المصدر اهي،
امبيد اديت اللي هي موجوده، عايز هنا هو يلا هات لي بقى مضارع بسيط او مضارع تام. سترايك ده مصدر، ها سترايكس لما بقول لك لما الساعه تدق كذا مع رنه الساعه كذا، يعني ادي كلمه سترايك. طب سترايكس مضارع بسيط، ها وهاد سترايك ده كده ماضي تام وسترايك ده ماضي بسيط. هاخد ايه انا؟ هاخد المضارع البسيط سترايكس. ما خدش ليه سترايك يا مستر؟ عشان الكروك ده هي تساويت بالفعل معاها في المضارع البسيط، ياخد ايه السواياس. تمام بس كده. اللي بعديها ادي شيء ضمير، ها فراغ اون وركينج، ادي انتل موجوده وادي تلز جايه وراها ايه؟ في زمن مضارع بسيط. يبقى انا عايز ايه هو؟ عايز ان هو مستقبل بي ويل. خلاص كده مستقبل بول او احد اشكال المستقبل البسيط تحديدا يعني. طيب اقول ويل جو ولا وود جو ولا جوز ولا هاز جون؟ شي ويل جو، شي ويل جو اون وركينج انتل هي تيلز هير تو ستوب. هي هتستمر في العمل لحد هم يقول لها ايه؟ توقفي عن العمل. نحرك الشاشه ونروح لجمله رقم 9 ويقول لك فيها وين هي لما هو، ادي وين هي جملتها فاضيه. طب الناحيه الثانيه في يقولوا المصدر، يبقى انت عايز هنا هو عايز مضارع بسيط او مضارع تام. الريتيرن دي ماضي بسيط والريتيرن ما ينفعش مستقبلين في جمله واحده، واللي ويل ما ينفعوش. الريتيرن ده مصدر والريتيرن مضارع بسيط. انا هاخد الريتيرن ليه يا مستر؟ عشان هي. طب ما خدش ليه ريتيرن؟ ينفع اقول مع هي اجيب ريتيرن الفعل من غير ما اضيف له اسم مضارع بسيط؟ ما ينفعش. باي ذا تايم هي بحلول الوقت كذا، كمل 30 هي ويل هاف، يهمني الحته دي انا، دي ويل المصدر اهو. دور لي هنا على المضارع البسيط ووز ما تنفعش، ده ماضي. ويل بي مستقبلين ما ينفعوش. ادي عندك از وبي، هي يناسبها از. خلاص خدنا الاجابه اللي بعديها. اي وجاب فراغ، ادي هانت اللي موجوده، ده جانيوري سيلز ستارت، يهمني ده. ادي المضارع البسيط متحقق اهو. ها يبقى انا يعني زي هنا هو اذا عايز شكل مشكل المستقبل اقول ويل هاف ويتد ولا ام جوينج تو ويت ولا ويت ولا هاف ويتد. قلنا عايزين ايه؟ عايزين شكل من اشكال المستقبل. مين بقى اللي هو ام جوينج تو ويت؟ الله مستر. طب ليه ما خدش ليه دي؟ ده اسمه مستقبل تام. مستقبل تام بيقول لك انه الزمن ده او الحدث ده هيكون قد اكتمل بالوصول الى لحظه معينه في المستقبل. فين اللي بيقول عليه ده؟ هو قال لك بحلول العام كذا؟ لا، ده بيقول لك انا كذا، حتى مبيعات او التخفيضات اللي هتبقى في شهر يناير ماشي عشان اجيب جاكيت. لا هو ما بيكلمكش ان هو على حاجه لها تمام واكتمال، لا بالعكس ده هو لسه هيبدا يعني، ده هيستنى. I'm going to لسه هينتظر. 12 بيقول لك فيها افتر اي بعد ما انا وجاي في فراغ، اي ويل جو اوت تو بوك ذا تيكتس، بعد ما انا كذا هروح احجز التذاكر. جميل جدا. ادي عادي ويل والمصدر متحققه في طرف الجمله الثانيه، يبقى انت كده عايز هنا هو، عايز هنا هو مضارع بسيط ماشي، مضارع تام ماشي. طيب هاف تيكن ا شاور، يكون خد دش. ويل فون يو، طبعا هاف تيكن ا شاور ده كده مضارع تام. طيب ويل فون يو ده كده مستقبل ويل. وينت تو بيد ده كده ماضي بسيط. وود هاف ا كاب اوف تي، وود والمصدر. طيب كويس خالص كده. ايه اللي عايزه انت؟ انا قلت عايز ايه؟ عايز مضارع بسيط مضارع تام. فين هو؟ اهو هاف تيكن ا شاور ده مضارع تام، هاخده اجابه. نحرك الشاشه عشان تبقى جمله رقم 13 هي عنوانها، وكمان تشوف بدايه الصفحه الجديده. بقول لك في 13 اي هوب هي جيتس هير، يهمني هو بقى جاي وراها مضارع بسيط. اي هوب هي جيتس هير، انا اتمنى ان هو يوصل هنا. كمل. ها ذا ترين ليفز، القطر يغادر. جميل جدا. ذير ازنت انذر ترين توداي، مفيش قطر تاني النهارده. حلو خالص. نقول وايل اثناء، يعني هو عايز يجي هنا اثناء ما القطر بيغادر؟ لا. طب افتر بعد ما يكون غادر؟ لا. انتل حتى ولا بيفور قبل؟ بيفور. ليه؟ علشان تعتبر جملة بيفور بالفعل اللي وراها ده، ادي ادانها مضارع بسيط اهو، والناحية التانية تمثل ايه؟ تمثل المستقبل. بيقول لك اتمنى ان هو يوصل. يا مستر ما شكلها مضارع بسيط. اه صحيح. هو بيقول لي اتمنى انه يجي هنا، هو جه؟ لا. يبقى دي تديني صحيح شكلها مضارع بسيط لكن مدلولها مدلول مستقبل، وجملة بيفور فيها مضارع بسيط اهو ليفز. 14 وي كان ليف از سون از، ادي از سون از هيعينك عليها الراء. طيب الناحية التانية جايب ايه؟ كان ليف، كان ليف دي تديني فكره المستقبل. خلاص يبقى انت كده عايز هنا اهو، عايز مضارع بسيط مضارع تام. يلا ذا بلين ويل تيك اوف، لا ده مستقبل مش هينفع معاه. ذي ار جوينج تو فون، وعندي يو ار ريدي، وعندي بعد كده ذا ترين ارايف. الله بيقول ايه هو؟ وي كان ليف از سون از، احنا ممكن نمشي، يمكننا ان نغادر بمجرد ما ايه تكون انت جاهز. الله. طب ليه يا مستر ما قلتش ذا بلين ويل تيك اوف؟ ده مستقبل، واحنا الاثنين كده بالجملتين مستقبل، مكان ليف دي تعتبر مستقبل. انه بيقول يمكننا ان نغادر، يبقى هم لسه ما غادروش، يبقى ده معناه انه ايه شكل مشكل المستقبل. طيب they are going to phone as soon as، احنا هنمشي لما هم سوف يتصلوا. اما كده مستقبلين برضه، لان جونج تو دي زيها زي كان في فكره انها تدي فكره الاستقبال المستقبل يعني. طيب بعد كده هو جيب ايه؟ ذا ترين ارايف، ده ماضي.
ازاي اجيب ماضي وطرف جمله تانيه وعبر عن المستقبل. كده مش فاضل معاك غير يو ار ريدي، اللي هي شكلها قدامك تديني معنى المستقبل، تديني معنى المضارع البسيط، المضارع البسيط تديني معنى المضارع البسيط، والناحيه التانيه كان يونيف يديك ايه؟ يديك مضمون المستقبل. طب نحرك الشاشه خلاص كده، احنا محتاجين ايه البدايه بتاعتها؟ وعندك الجمله رقم 15 وبيقول لك فيها يو ماست ويت، يجب ان تنتظر. كمل تتاكد، انا عايز كونجنكشن كده، انا عايز رابط. ذا ترافيك لايت تشينجز، يهمني الحته دي انا، تو جرين. ذا ترافيك لايت تشينجز تو جرين، تشينجز ده كده مضارع بسيط، هو بيقول له يجب ان تنتظر. يبقى هنا الفعل يا شباب اللي بيدي شكل الامر، الافعال الامر بتديني مضمون المستقبل. الفعل في المصدر لما يكون امر يعني يديني مضمون المستقبل، سواء بالنهي او بالاداء. انا بقول لك ما تعملش او تعمل، برضه بتديني شيء. ليه؟ لان بقول لك يجب ان تنتظر، تمام؟ يبقى انا بقول لك على لسه هيتعمل، فده اكيد فكده تديني شكل مشكلة المستقبل. طرف جمله ثانيه متحقق فيه المضارع البسيط، يهمني انا الرابط. الرابط هنا يفرق معايا في معنى الجمله. هو بيقول له يجب ان تنتظر، جاء في فراغ، ذا ترافيك لايتس تشينج، ذا ترافيك لايت تشينجز تو جرين، لما بتاع ده بتاعه المرور دي تتغير لونها اللون الاخضر. يبقى هنا عايز اقول حتى. طب يقولها بيفور قبله، ولا يقولها انتل حتى، ولا اس ناز مجرد ان، ولا افتر بعده؟ يقولها ازاي؟ هنا هو بقى هيقولها انتل، حتى. يو ماست ويت انتل ذا ترافيك لايت تشينجز تو جرين، يجب ان تنتظر حتى تتحول اشاره المرور للون الاخضر. طب ما قلتش ليه افتر؟ هو مش هينتظر لحد بعد ما تبقى، بمجرد ما بتحول لون، او حتى يتحول لون للون الاخضر، بيبدا هو يتحرك. طيب اللي بعدها 16 بيقول فيها وين اي، عندما انا، وجايب لك فراغ، ذا كار ايل جوين يو. جميل جدا، ادي بيقول المصدر متحقق في طرف الجمله الثانيه، يبقى انت كده عايز، هنا هو عايز مضارع بسيط او مضارع ثاني. بولشت ده ماضي بسيط، ووز بولشت ماضي بسيط بس مبني المجهول، والبولش كده باتنين واللي في جمله واحده ما يجوش، فاضل ايه؟ هاف بولشت اجابه واحده صحيحه اللي هي المضارع التام. عايز اقول له انا لما اكون لمعت العربيه هبقى ايه؟ هبقى التحق بيه. طيب نروح الجمله 17، بدا فراغ، ذا برايس اوف بترول از سو هاي، بيقول له كذا، سعر البترول عالي جدا. طيب ماشي، اي كانت افورد، لا يمكنني تحمل اعباء تو ران اي كار اني مور، ان انا يبقى معايا عربيه تاني. طيب حلو خالص، ايه مع ايه الرابط اللي انا عايزه؟ ناو ذات اللي هي معناها بالعربي بما ان، ولا انتل حتى، ولا اس ناس بمجرد ان، ولا بيفور قبله. ناو ذات بما ان، بما ان الزيت البنزين بقى سعره غالي، والله انا خلاص مش هقدر يبقى معايا عربيه تاني. معنى الرابط يفرق معايا في الجمله في الحته دي. 18 بقى فراغ بيقول لك فيها ذا فيلم از اوفر، الفيلم ينتهي، ده كده مضارع بسيط. اي جو تو بيد، سوف اذهب الى فراشي، ده كده مستقبل بسيط. جميل. طب نقول جاست از اللي هي عامله زي وايل، فكره اثناء كذا او بينما كذا، ولا انتل اللي هي معناها حتى، ولا وانس اللي هي معناها از سون از بمجرد ان، ولا وايل. بص بقى، انت عندك جاست از وايل من الكونجنكشنز او الروابط الزمنيه اللي تحتاج جمله بتاعتها تكون مستمره، تكون فيها استمراريه، وده مش متحقق، ده جاي مضارع بسيط. طيب انتل ما تنفعش ليه؟ انتل كانت هتحتاج نفي حتى ينتهي الفيلم، انا مش هنام، هو ما جايبش ده كده. وفاضل مين؟ فاضل وانس اللي هي معناها از سون از. كانوا بيقول لك ايه؟ once the film is over، يعني as soon as the film is over، بمجرد ما ينتهي الفيلم سوف اذهب الى فراشي. 19 بيقول it's raining now، الدنيا بتمطر دلوقتي. جميل جدا. wait better، wait better معناها من الافضل، اللي هي من الافضل كذا. wait better wait until، يعني من الافضل ان احنا ننتظر حتى. حلو خالص. until it ايه ده؟ خلي بالك هنا هو wait better wait، دي كده شكل مشكلة المستقبل، بيقول له من الافضل ان احنا ننتظر. يبقى ده معناه ان هم لسه ما عملوش ده، هم لسه هينتظروا، خلاص هينتظروا حتى ايه؟ حتى يتوقف المطر. كده انت محتاج مضارع بسيط في الطرف ده من الجمله. والستوب مستقبل، لا مش هينفع معايا، ستوب مضارع بسيط انا هاخدها هي، ستوب مصدر مش هتنفع عشان ات ما يجيش معاها الفعل من غير ما نضيف له اس او اس في المضارع البسيط. ستوب ده ماضي بسيط بعيد عن المنافسه اساسا. ليه؟ هجيب ماضي ومستقبل مع بعض بجمله واحده؟ طب تيجي ازاي؟ ما ينفعش. نحرك الشاشة، تبقى جملة رقم 20 هي عنواننا. واحد يقول للتاني، يقول له بليز من فضلك، وجايب بعد كده كوما وفراغ، اس احنا، وين يو ار رايت، ادي وين جملتها فيها مضارع بسيط. يبقى انت عايز ايه؟ يبقى انت هنا هو عايز ما يدل على المستقبل. طب اقول له ايه؟ اقول له ويل كول، ولا اقول له كولز، ولا هاف كولد، ولا كول؟ انا هاخد كول الفعل في المصدر. الله،
يا مستر مش انت قلت ان انت عايز ان هو شكل من اشكال المستقبل لاني وان جملتها فيها مضارع بسيط متحقق؟ اقول لك ايوه. يقول طب خدت ليه الفعل في المصدر؟ اقول لك لان الفعل في المصدر ده عندي انا في اللغه الانجليزيه اسمه فعل امر طالما ما فيش فاعل. انا بقول له من فضلك ايه اتصل بينا، يعني هنا هو الفعل كل ده اسمه ايه؟ اسمه فعل امر. انا بطلب منك تأدي حاجه معينه او ما تأديهاش، ده لو منفيه بس انا مثبته. طيب الطلب بالاداه لما اقول لك اعمل كذا انت عملته ولا لسه؟ لسه، يعني ها تعمله. طب ما هو ده المستقبل. وانا لسه من شويه في جمله قبل كده كنت بقول ايه؟ كنت بقول اني افعال الامر تمام تديني مضمون ومعنى المستقبل. خلاص انا بقول لك من فضلك اتصل بينا، يبقى انت لسه ما اتصلتش، يبقى ده اسمه فعل امر للي جاي للمستقبل. واشن بلو فيها they always، هم دايما خد بالك من رابط الزمن always ده جاي في فراغ بعد كده الكيرتنز بتاعتهم ودي وانس رابط زمن جديد اهو they get home in the evening. طيب هم دايما كذا الستائر بتاعتهم بمجرد ما بيصلوا الى منزله في المساء. يهمني انا الروابط الزمنيه عشان توضح لي الدنيا ماشيه ازاي. وانس اللي هي معناها as soon as او بمجرد ان جملتها خلاص فيها مضارع بسيط. طيب الناحيه الثانيه اختار ايه انا؟ هتلاقي عندك always هتربطك بزمن محدد اللي هو ايه؟ المضارع البسيط. and close. يبقى always من الروابط الزمنيه اللي جملتها لازم يكون فيها ايه؟ لازم يكون فيها مضارع بسيط. ليه؟ لانه متحقق عندك مضارع الناحيه الثانيه برضه. طيب كويس خالص، يبقى كده مش هقدر اجيب مضارع تام اللي هو have close. ما ينفعش will تمام هنا هو في الجمله اللي قدامك زي always will، always ما يجيش معاها will. طيب بعد كده هو always closed ما فيش ما يدل على الماضي هنا عشان كنا قلنا ان always ناخد لها الملحوظه بتاعت الماضي البسيط اللي لما قلنا always ويوجوالي sometimes اللي هي الروابط الزمنيه بتاعت المضارع البسيط. اذا كان ما يدل في الجمله الثانيه على الماضي ممكن تجي في جملتها هي ماضي. لا مش متحقق. انت كده ان عندك ايه؟ جدي تفيد المضارعه والمضارعه تعتبر ان هو يعني ايه مستحيله جدا في وجود المضارعه دي اقدر اجيب ماضي. يبقى انت كده عندك الحل الوحيد الذي يمكن ان تستخدمه ان يكون جملتين في طرف اللي قدامك ده في الطرفين مضارع بسيط ويديله هما الاثنين معنى المستقبل. شكلهم مضارع، هما الاثنين شكلهم مضارع لكنه ما يديك مضمونا المستقبل او ضمنيا زي ما بيقولوا. يعني اللي انا بقول هما دايما بيغلقوا الستائر، بيقفلوا الستائر بتاعتهم لما بيوصلوا بيتهم في المساء. الجمله شكلها مضارع لكن مدلولها مستقبل. 22 I like to have the radio on. انا اود ان يكون الراديو شغال. حلو خالص. while ايه؟ انا احب الراديو يكون شغال. while ايه؟ while I study ولا I am studying ولا studying ولا all are possible. قال لك كلهم ينفعوا. الله، طب ليه يا عمي قال لك كلهم ينفعوا؟ لان احنا قلنا ممكن الروابط الزمنيه ده هي تكون جملتها فيها المضارع البسيط او المضارع التام ماشي، والناحيه الثانيه الجمله هيكون فيها شكل من اشكال المستقبل. طب فين المستقبل يا مستر؟ اي لايك تو هاف دي، اود ان يكون كذا، دي تديني شكل من اشكال المستقبل. انت هنا هو عايز ايه؟ عايز شكل من اشكال المضارع. هو جاب لك ان هو كذا شكل من اشكال المضارع. جاب لك اي ستادي ده مضارع بسيط، اي ام ستادينج ده مضارع مستمر. طب جاب لك ستادينج دي ايه؟ ده جنن، وده الطبيعي ان وايل لما تيجي من غير فاعل يجي معاها ايه؟ يجي معاها جنن. ترجمة ولا فيه always turn your television off، دايما اطفي. turn ده فعل امر. always turn your television off، دايما اطفي التلفزيون بتاعك جاي في فراغ. before you leave home، قبل ما تغادر المنزل بتاعك، كده مضارع بسيط اهو. when you went to bed، كده ماضي بسيط اهو. as soon as you got bored، ادي ماضي بسيط اهو. after you have fallen asleep، ده هنا هو مضارع تام. طيب بس هنا هو في مشكلة يا شباب. في مشكلة، معنى الجملة يفرق معايا. بيقول لك اطفي التلفزيون، هو الواحد اطفي التلفزيون امتى؟ قبل ما يغادر المنزل. تمام؟ الجمله قدامك انا هو بيفور يو ليف، دي كده مضارع بسيط. تمام؟ منطقيه جدا. طيب ما نفعتش ليه وين يو وينت تو بيد؟ لانها ماضي. ما نفعتش ليه as soon as you got born؟ لانها ماضي. طب ما نفعتش ليه after you have fallen asleep؟ ما هو مضارع تام، وانت قلت المضارع التام ينفع، بس المعنى مش هينفع. ازاي الواحد يطفي التلفزيون بعد ما ينام؟ طب هتطفيه بعد ما ينام ازاي؟ نحرك الشاشه ونروح للجمله رقم 24. واللي بيقول لك فيها هيل درايف يو ذير، هو هيوصلك هناك. كمل. يو نيد، يو نيد معناها انت تحتاج. حلو خالص. طب انت كده عايز رابط زمني انتل حتى ولا whenever وقتما، يعني في الوقت اللي انت تعوزه، ولا افتر بعدك، ولا بيفور قبله؟ لا whenever، هو هيوصلك عندما تريد. whenever you need او تحتاج، يعني طبعا عشان يبقى معنى جمله بالعربي يوصل لك. تمام؟ لا احسن لي مثلا انه نيد مش معناها يريد، معناها يحتاج. ماشي يا سيدي. دونت وري، لا تقلق. كمل. I'll watch you while you، لا تقلق انا، لا تقلق انا هشوفك هشاهدك
اثناء ما انتهي ان ذلك while you swam ده ماضي، while swimming ده ماضي مستمر، swim ده مصدر و swimming جرن. طالما في فاعل ما ينفعش اجيب جرن، while you swim. الله يا مستر، انت مش قلت اني while من الصياغات؟ احنا لسه من شويه قايلين ان just as while من الصياغات اللي جملتها تحتاج فيها استمراريه. اقول لك هنا المضمون عندي يفيد الاستمراريه برغم عدم وجود الجرند فيها، ماشي؟ لانه بيقول له، بيقول له ما تقلقش انا هشاهدك هتفرج عليك وانت اثناء ما انت بتعوم. while you swim اثناء العوم ده، هي اثناء ما انت بتعوم شكلها قدامك مضارع بسيط صحيح، لكنه مدلولها يفيد ايه؟ يفيد الاستمرارية. يعني هو بيعوم هو عمال يتفرج عليه. في 16 جملة فيها هي drink his coffee while he، هو يشرب القهوة بتاعته أثناء ما هو ايه؟ for the bus. طيب while he is waiting مضارع مستمر ولا wait ثالث المصدر ولا هو waiting ماضي مستمر ولا has waited؟ بص يا سيدي، الإجابة الوحيدة الصحيحة هي is waiting. لا طب مستر ما خدش ليه wait؟ wait ما تنفعش عشان هي. طيب ما خدش ليه was waiting ده ماضي مستمر، اجيبه ازاي مع will؟ طب ما خدش ليه has waited؟ ما انت بتقول ان هذا يا مستر دي waited اللي هي مضارع تام، ينفع نجيب مع الرابط ده، هي يا اما مضارع بسيط يا اما مضارع تام. معنى الجمله متناقض، مش هيديني ليه؟ لانه المفروض ان هو هيكون ان هو هيشرب القهوه اثناء الانتظار، يبقى دي تدل على الاستمراريه مش على اكتمال الحدث. المضارع التام بيقول لك ان الحدث اكتمل، لا هو بيتكلم في استمراريه مش في اكتمال الحدث. 27 you can't get experience، مش هتقدر تحصل على خبرة، لا يمكنك أن تحصل على الخبرة. جاي في فراغ you have got a job، حتى مش هتقدر تاخد خبرة حتى تحصل على وظيفة. while بينما وأثناء مش هتنفع، الثلاثي مجرد الآن مش هتنفع، after بعد مش هتنفع، لا until مش هتقدر تحصل، مش هتقدر تحصل خبرة حتى. ليه؟ لأن النفي دايما من الصياغات اللي من المحبب إنها تبقى موجودة في جملة until. طيب ليه يا مستر ما خدتش افطر؟ ما المعنى ينفع. لا يعني مثلا لو بالعربي قلنا ايه؟ لا يمكنك ان تحصل على الخبرة بعد، طب ما لا يمكنك ان تحصل خبرة، طب اقول له بعد، طب ازاي بعد ما وصل للوظيفة وخدها وبرضه لسه ما جاتش الخبرة؟ المعنى بالعربي الجزء الاولاني هينفع، لا يمكنك ان تحصل خبرة، بس لما اقول بعد ان تحصل وظيفة كده المعنى في الناحية التانية تناقض، لكنه هتلاقيه مكتمل جدا ومعنى سلس وراكب جدا مع بعضه لما اقول ايه؟ لا يمكنك ان تحصل على الخبره حتى يكون لديك وظيفه او حتى تحصل على وظيفه، كده المعنى منطقي جدا مع until. تمام شو بدي هي هو ماشي يا سيدي ذا ليتر الخطاب before he put the stamp on the envelope. حلو خالص، خد بالك من هنا، هو الحته دي put، put من الافعال الشاذه، يعني ايه يا مستر؟ يعني مصدره زي ماضيه زي تصريفه التالت. جميل، تبقى انا هو بوت دي تنفع تكون مضارع بسيط؟ لا ما تنفعش. يبقى بوت اللي قدامك دي ماضي بسيط، حلو، يبقى بيفور جملتها ماضي بسيط، يبقى الناحيه التانيه ايه؟ الناحيه التانيه لازم يكون في ماضي تام. الله يا مستر، طب احنا في الوحده دي بنحكي على الماضي التام اساسا؟ اقول لك لا ما بنحكيش، بس هنا هو هو جاب لك الجمله دي علشان يقول لك خلي بالك وتذكر ان هذه الروابط اللي هي افتر وتيل وانتيل وبيفور وباي تايم دي كلها اساسا كنا بنستخدمها روابط ليه احنا؟ ليه؟ ها الماضي التام، تمام كده؟ لكن هنا احنا كنا جايبينها استثناء على شكل من الاشكال المتطلب البسيط تحديدا، فبيفكرك بحكايه الماضي التام، فبيفور ان هو جملتها ماضي بسيط، ان حتى ان انت هتعوز ماضي تام. في اللي بعدها now that the rain stopped، بما ان المطر توقف، هتستوب ده ايه؟ خد بالك من الحته دي. كذا to walk، ها نقولها بايه؟ can you want ولا may you want ولا do you want ولا have you want؟ do you want، هل تريد؟ لما ينفعش اقول can you want، تستطيع ان تريد، may you want ربما تريد، لا هل تريد، do you want، have you wanted المضارع التام برضه لا. The lift اللي هو المصعد الاسانسير يعني، وجاء في فراغ until you press the button، until جملتها مضارع بسيط، جميل جدا. يبقى نقول هنا هو هنستخدم شكل من اشكال المستقبل، عندك will not start منفيه، starts ده مضارع بسيط، will start دي مثبته في المستقبل طبعا، وهذا ستارتد مضارع تام. انا هاخد وانت ستارت، ليه يا عمي؟ الاسانسير مش هيشتغل حتى تضغط على الزر، هيشتغل منه نفسه؟ لا مش هيشتغل الا اذا ضغطت على الزر بتاعه. كده شباب يكون انتهى تدريب اللانجوج اللي كان جاي على جرامر الدرس الاول والثاني من واحد لثلاثه، لكن ان شاء الله تدريباتنا معاك لم تنتهي بعد، ان شاء الله تظنك المزيد مع معلم خبير اللون زي مستر عزت. السلام عليكم وبركاته.